يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توحيد المتابعة يعد توحيدا مستقلا بذاته؟ ما أعرف شيء اسمه توحيد المتابعة، ما أعرف شيء اسمه توحيد المتابعة. توحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. متابعة لا تدخل في أقسام التوحيد. نعم، لكن المتابعة من العمل، ما هي من التوحيد، من العمل. متابعة من العمل. نعم.